طبعا الفرحه كلش كبيره، ما سعتنا بان بهذا اليوم، وعبر 3 سنوات احنا ننتظر هذا اليوم، يوم تحرير الموصل، لان هذا الجزء العزيز من الوطن عاد الى احضانه. حسيت انه شخص غائب من سنوات رد الاهل. تجيب موسيقى واذا كانت بالبكي او بالقلب، المهم هي فرحه. انا اليوم فرحانه لاجل المراه، انا اكيد فرحانه لاجل الاطفال، لاجل الرجال، لاجل الموصل نفسها، لكن بالتحديد فرحانه اكثر لاجل المراه العراقيه انه تحررت من تنظيم داعش. شكر كبير من اعماق القلوب لجميع اخواننا بالحشد الشعبي والقوات الامنيه الاتحادية والجيش العراقي وكل الأصناف، وعلى رأسهم شهدائنا أخواننا الأبطال اللي قدموا دماهم. فالحمد لله هي هاي ثمارنا، ثمار الدماء، ثمار الشهداء، ثمار الناس اللي راحت في سبيل الوطن. وإن شاء الله بعون الله يقدرون هم يبنون الموصل مرة أخرى ويرجعوها مدينة مزدهرة، وهي مدينة حضارية إن شاء الله ترجع مدينة آمنة وسالمة بأهلها، وإن شاء الله يا رب.